بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا دورنا كوسائل إعلام كصحفيين دور فعال وجد ناجح في هذه الفترة الحساسة التي تمر بها البلاد والتي يمر بها العالم كأجمع. لذلك إلزموا بيوتكم حفاظا على صحتكم، حفاظا على أرواحكم، حفاظا على أبائكم وأمهاتكم. إلزموا بيوتكم، نحن هنا لأجلكم، ابقوا في بيوتكم لأجلنا. السلام عليكم. مع انتشار فيروس كورونا في الجزائر والذي حصد الكثير من الأرواح، ويجبنا كصحفيين وكإعلاميين هو التوعية. لذا إلزموا بيوتكم، كفانا استهتارا كفانا مبالاة، إلزموا بيوتكم حفاظا على صحتكم وأرواحكم، إلزموا بيوتكم. السلام عليكم أخوتنا الجزائريين والجزائريات من كل ربوعية الوطن. إذن نحن نشهد في هذه المرحلة انتشار فيروس قاتل وفتاك الذي حصد ولا يزال يحصد الأرواح. إذن أوجه رسالة إلى كل الشعب الجزائري أن يتقيد وأن يقوم بالإجراءات النظافة وأيضا الوقائية والاحترازية، من استعمال الكمامات وأيضا معقم اليدين وأيضا أكل الوجبات التي تزيد في المناعة. ولا ننسى أن نشكر كل الطاقم وأيضا كل السلطات الأمنية والطبية الذين يسهرون على مواجهة ومجابهة هذا الفيروس، وأيضا كل هذا في إطار وعينا يحمينا. السلام عليكم، معكم كمان من قناة الدهب. رسالة لكل الشعب الجزائري، أرجوكم أرجوكم ابقوا في بيتكم. لحماية نفسك وحماية عائلتك يجب عليك البقاء في بيتك. حماية أنفسنا تعني قضاء على وباء كورونا، ما عن الخروج بأخف الأطرام، وإن شاء الله القضاء على فيروس كورونا. وعيننا يحمينا، ابقوا في بيوتكم. السلام عليكم، معكم أزهر محمد منشط من قناة البهية. كما راكم تشوفوا رانا في تصوير حلقة من حلقات برنامج زادود. هذا كله رانا نديره على جهلكم، رانا نخرجوا لأنه عندنا مهام، ولكن أنتم أبقوا في منازلكم لصحتكم ولصحة عائلتكم، لأنه الصحة هي أهم شيء والعائلة تاني غلاوتها كبيرة. فما تفرطوش في صحتكم وما تفرطوش في حبابكم وعائلتكم، وهذه شدة وتزول، ويا ما ترجع الحياة لطبيعتها. فرجاء رجاء رجاء قعدوا في الدار وكل شيء غادي يروح، ونفرحوا مع بعض في أقرب فرصة، وإن شاء الله ترجع كل الأمور كما كانت. من قلينا أقولكم تهلوا في روحكم وسلام. السلام عليكم، عبد الوهاب الوشاوي صحافي بقناة البهية. حبيت نوصلكم هذا الميساج، يعني ميساج بسيط، يعني ما كاش حاجة اللي غادي تحمينا قد ما نقعدوا في ديارنا. سنديروا البوسيبل تاعنا باش نحموا العائلة تاعنا والمحيط تاعنا. حاجة اللي نقدر نقولها لكم انكم تقعدوا في ديارنا. المعروف عن الشعب الجزائري انه شعبا متحد ومتلاحم عند الشدائد والمحن، وهقد حان الوقت ليثبت للعالم مدى تفهمه لخطورة هذا الوباء. لذلك رجاؤنا منكم أن تبقوا في بيوتكم لسلامتكم وسلامة أهلكم وأحبتكم وسلامة الجزائر الحبيبة. ابقوا في بيوتكم. السلام عليكم، معكم زكريا نور الدين صحفي بقناة الباهية القسم الرياضي. هذا الفيديو موجه للشعب الجزائري بعنوان ابقى في بيتك. هذه المبادرة اللي عرفت انتشار واسع نقوم بها لضرورة البقاء في البيت، خاصة في هذه الظروف التي نمر بها كشعب كدولة، ظروف صعبة. يجب الالتزام بالحجر الصحي، ما تخرجش من الدار إلا للضرورة القصوى، والضرورة القصوى ابقى في البيت، ابقى سالم. في ظل تفشي هذا الفيروس كورونا اخوتي اخواتي لازم نكونوا واعيين، لانه الطاقم الطبي راه يتعب، رجال الشرطه رجال الدرك الوطني لازم نسهلوا لهم الماموريه تاعهم في العمل. وحنا كطاقم قناه الباهية تي في رانا نجهد جاهدين باش نوصلوا لكم المعلومه بكل صدق ومصداقيه ان شاء الله. ان شاء الله نكونوا عند حسن الظن، رانا معاكم في بيوتكم اخوتي. خويا نوصيك كي تقعد انت في دارك وانا نقعد في داري، انت تحميني وانا نحميك، ان شاء الله ما يكون غير الخير.